يسلموا هالايدين يسلموا. وايديك شو تأمرني يا معلم؟ ست دنانير منك كفاية. شو؟ ست دنانير على نتفة سلك بطارية؟ شو هذا الحكي؟ ليش ما عرفت انت سبب العطل وركبت نتفة هالسلك بلا ما تعطلنا؟ حبيبي هاي شغلة سنين وايام وخبرة. يا مخدودنا تختخت من ضرب المعلمين. يعني بدك تطلعهم من جلدي؟ حبيبي أنا مش فاضي لكتر الحكي، وقتي بفلوس. خد يا ولد، تعال شيل العدة من هون يا ولد. ناولني. أمر الله، تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. قديش تؤمر يا أخوي؟ ثمان دنانير بس. ول؟ فمن دنانير علشان دقت مسمار وشغلة أخذت منك ربع ساعة والخشب من عندي؟ يا أخي ما دام إنه نتفت مسمار زي حضرتك ما بتقول والخشب من عندك، ليش تبعث لي وتجيبني وتغلبني لهون؟ يا أخي هاي خبرة السنين. بس خبرت بس قلت لك بس خلص، هذا الدرس حافظينه وعارفينه. تفضل. هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة، هاي ثمانية. تفضل. شكرا، مع السلامة. ويل 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 ويل، 15 دينار على تصليح تلفزيون ويمكن كل اللي حطيته نتفة الحام على سلك، اي شو هذا؟ وبعدين صار له عندك شهر وكل يوم تقول اليوم بكره اليوم بكره. اسمع يا اخي، كان اندليت انت على نتفة هالسلك ولحمته، اسمح لي اقول لك هذه خبرة. طيب طيب، لا تكمل. مع السلامه.